قبل ذلك أصدرت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا أكدت فيه تلقيها الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا البيان أنه سيتم الرد على الرد القطري في الوقت المناسب.